شهر الأشطر النخعي من جند الإمام علي رضي الله تعالى عنه وعنه بالقوة والشجاعة. قال عبد الله بن الزبير: التقيت بالأشطر النخعي يوم الجمل فما ضربته ضربة حتى ضربني 5 أو 6، ثم أخذ برجلي فألقاني في الخندق وقال: والله لولا قرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع منك عضو إلى آخر. وقال أبو بكر ابن أبي شيبة: أعطت عائشة الرجل الذي بشرها بحياة ابن أختها عبد الله بن الزبير إذ التقى مع الأشطر 10,000.